باختصار شديد تتعلق بتحسين الظروف ديال العمل، تتعلق بالتعويضات الحقيقية. كاين فرق التعويضات الحقيقية التي لم يتقاضاها بعض الموظفين، وأساسا التحفيزات المادية والمعنوية، التحفيزات المادية التي يستفيد منها مختلف المديريات الإقليمية إلا هذه المديرية. هذه الله أعلم شنو هو السر اللي فيها، ما عرفنا شي واش هذه بقدرة قادر. كاين مشاكل أخرى تتعلق ب مسائل بسيطة للغاية، مثلا هل يعقل إدارة مؤسسة ديال الدولة كتشتغل في التوقيت المستمر وما عندهاش مقصف فين يرتاحوا الموظفين؟ كيفاش بغيتي تحقق المردودية؟ كاين مسألة أخرى اللي هي لا يجادل فيها البلاد، مسألة ديال فضاء للصلاة. لا يعقل أننا في بلد إسلامي نيابة التعليم مؤسسة لا تتوفر على فضاء للصلاة، وبها ما يناهز 99 أو موظف عامل بها. بعد الاحتجاجات ديال الموظفين ومن بعد ما دعينا كجمعية لوقفة احتجاجية، جندت وسخرت المديرة الإقليمية، سخرت المديرة الإقليمية مجموعة من رؤساء المصالح ومجموعة من الأعوان ديالها من أجل ردعهم على المشاركة في هذه الوقفة، خصوصا أنها علمت بأن عدد التوقيعات ديال الموظفين اللي عبروا عن المشاركة فاق 78 مشارك. هذا رقم أرهبهم، وبالتالي استعملوا الآلة المخزنية، الآلة ديال الترهيب في صفوف الموظفين. وما الكاميرا إلا جزء من هذه الآلية أو هذه الأداة.